قريودة أخوتي أخيرا كتخرج من رونتها، أخيرا كتخرج من رونتها وكدير فيديو اللي كيبان لكم أنها غير كتهضر عادي، ولكن راها كتطلب بطريقة غير مباشرة من الرأي العام باش أنه يأثر على نزار باش يدير لبنتها تنازل. شحال ما عيرت نزار هي وبنتها، وشحال ما مسحوا به الأرض، وشحال ما حشاكم أخوتي شربوه البول وسحروا ليه ومرمدوه وريشوه وداو ليه فلوسه وما خلو فيه غير اللي تنسى. حيانا الله أخوتي تولينا كنشوفو حريودة تتقول ليه السيد، السيد يعني عاطيه قيمة، لأن عارفة أن بنتها مشات في الرجلين، مشات بغيمو أخوتي في الرجلين، لأن التهم اللي متابعة بهم راه ما بقاوش غير ما بين الزاكي وما بين السبيتي، وإنما ولاو حتى ما بينها وما بين القانون، لأننا كما كنعرفوها أخوتي ضللات القانون وكذبات على القانون ودارت وشايات كاذبة ودخلات شهود الزور في هذه القضية هي والأم ديالها قريودة. السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله، كنتمنى تكونوا بصحه جيده. قبل ما نبدا خوتي هذا الفيديو عطيوني لي لايك ديالكم وجمجموا لي هذا الفيديو، الله يسهل عليكم والله ينصركم، وخليوا لي طبيعه الحال الاراء ديالكم في التعليق، الاراء ديالكم على القناه على الموضوع على اي حاجه بطبيعه الحال خليوهم لي في التعليق، واي واحد كيحط لي تعليق الله يحط لك ان شاء الله نخله في الجنه. والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره ملتنقنقه ديروا لي ابوني، الله يسهل عليكم والله يعمل ربي يدير لكم اللي فيها الخير ان شاء الله. المهم اخوتي كنا كنعرفوا القضيه اللي كاينه، الا بغينا نهضروا غير ما بين نزار وندى راه كنا كنعرفوا اخوتي قضيه ديال الخيانه الزوجيه، ونزار سبيتي كطليق ديال نادى حسي بطبيعه الحال اخوتي راه عنده فيديو اللي كيوثق الخيانه الزوجيه صوت وصوره واللي كان دلا به حتى هو امام المحكمه. اما بالنسبه لنادى حسي فكانت ديجا واحد العام ولا عامين دابا اللور تقريبا كانت دارت شكايه بنزار والزاكي اللي كتقول فيها انهم احتجزوها وانهم خطفوها وانهم مارسوا عليها بالقوه وانهم تاجروا فيها وكانوا كيمارسوا عليها حشاكم وعزكم الله القواده وكيستمصروا بها. وبطبيعة الحال هذه القضية أخوتي كما كتعرفوا أنها كانت قضية مثيرة للجدل وقضية ديال رأي عام، وتقريبا يوتيوب كله كيهضر على هذه القضية. علاش في نظركم أخوتي؟ لأن هذه القضية إلى جينا نرجع شوية للأصل ديال المشكل راها بدات غير في السوشيال ميديا وبقات غادية وكتطور. هما في الأول راه كانوا مدورينها غير مع بعضياتهم على قبل البوز وعلى قبل باش أنهم يطلعوا نسب المشاهدة ويربحوا فليسات، ولكن من بعد هذاك الشيء خرج على السيطرة ووصل لما بين يدين السلطات. اخر الاخبار اخوتي في هذه القضيه ما بين نادى حسي والزاكي وخاصه ما بين نادى حسي ونزار هو ان نزار السبيتي راه تقريبا دابا اكثر من شهرين وهو واقف لهم شوكه في حلقهم، واقف لهم شوكه في حلقهم وعياو ما يعورقوا به وعياو ما يصيفطوا ليه في عباد الله، صيفطوا ليه الهيطوكيه ديال الطاليانيه باش انها تاثر عليه ويتنازل النادى، صيفطوا ليه العائله ديالهم الام ديالو الاب ديالو خوتو مروان وهذوك كاملين اخوتي والو. وحق اخوتي كاين واحد الحاجه اللي نيت بغيت نقولها في هذا الفيديو هو انه كاين احتمال كبير ان نزار فاش غيخرج من الحبس راه غير رجع مع الطليانيه. علاش؟ لان الطليانيه حاليا اخوتي راه خدامه في التيك توك وخدامه في اليوتيوب وراكبه هي على الموجه، كل نهار الفيديوهات هاني نزار مشيت عنده هاني نزار قال لي انا باغي راجلي انا هادي انا هادي. وخاصة اخوتي ان نزار غادي يخرج من الحبس زاوي زاوي، خاصو حتى هو الفلوس، خاصو حتى هو يتبرع، وحتى هو كما كتعرفوا اخوتي مولف بواحد المستوى ديال المعيشة معين، يعني راه كتعرفوها اخوتي ما كيبغي لا يخدم لا يردم، شوية عقليته في شي شكل، يعني منين غيلقى الطليانية موجدة ليه الفلوس وكتهلا فيه عاوتاني بحال شحال هادي واجيك هادي انا وجدت لك مرحبا كذا الى اخره، بطبيعة الحال راه غادي يرجع معاها وهانا وهانتوما عقلوا عليا مزيان. المهم اخوتي خليونا نرجعوا شويه لهذه التنقنيقه اللي دايره على قبال التنازل ديال نزار سبيتي ونادى حسي. قال لهم ولو تنطابق السماء على الارض ما نتنازلش ليها، ما نتنازلش ليها لانها اداتني بزاف وظلماتني بزاف، ما بقاو عندي فلوس، ما بقيت كاسب صحتي، ما بقات عندي حتى شي حاجه، وهي عاد ما زادت طلعات وتجبرات ودارت الفلوس ودارت الذهوبات والطوموبيل وانا ما درت حتى شي حاجه اللي كنت كنحطهم ليها صحاحيه والام ديالها. وشفت اخوتي واحد الفيديو ديال القريوده اللي كتقول لك بنتي ظلموها وبنتي داروا ليها وفعلوا ليها. لا 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 قريوده هاد الهضره ما كايناش، بنتك اللي ظلمات راسها.
بنتك اللي ظلمات راسها وما لقاتكش، انت ام اللي في شكل، ام اللي مربيه، ام اللي حقيقيه، لقات واحد الام مستهترة، ام ما عندهاش اخلاق، ام ما كتعرفش شنو هو الشرف. واش تعطى الله اخوتي كانت نادى بقى على الدمه ديال النزار، ما مفارقاش معاه وكتمشي مع وحدين اخرين وكتقول لك ظلموها. واش السيده مدخله شهاده الزور عباد الله وكتقول لك ظلموها؟ واش السيده عباد الله بلا زواج بلا والو مشيت مع واحد وولات ام؟ نتوما راكم فهمتوني. وبزاف ديال الناس اخوتي كيبداو يتعاطفوا بزاف مع نادى. انا راه ماشي ضد نادى وانا راه ما كنعير حتى شي واحد، انا هنا كنعطي المعلومه كما هي، انا هنا كنقول لكم اشنو واقع بالحرب. اما انا نادى نقول لكم الصراحه اخوتي وسمحوا لي، بحال تشدات بحال ما تشدات هذاك الشيء راه ما غيزيدني ما غينقصني، ولكن باش نقول لكم اخوتي راه اللي دار الذنب كيستاهل العقوبه. وكما قلت لكم في واحد الفيديو حطيته لكم سابقا، راه القانون هو اللي غتكون عنده الكلمه ديالو في حق نادى ولا الزكي ولا نزار سبيتي. ولكن انا في القناه كنحلل معكم شويه هاد المعطيات اللي رايجه وهاد القضيه ديال نادى حسي ونزار سبيتي والزكي. المهم اخوتي، من بعد نزار سبيتي فاش غادي يحس ان حريودة الام ديال نادى حسي وحتى الزوج ديالها حمزه انهم واقفين واحد الوقفه كبيره على التنازل ديالو نادى، غادي يطلع للسماء. غادي يطلع للسماء اخوتي وسمعتوني، نزار غادي يطلع للسماء وغادي يطلب لهم واحد المبلغ خيالي ديال 40 مليون. 40 مليون، وبطبيعه الحال راه خوتو وبطبيعه الحال عائلته اللي قالوها ليه، قالوا ليه التنازل ديالك راه مهم 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 بواحد الدرجه كبيره في القضيه ديال نادى حسي. هذاك الشيء علاش طلب ليهم الفلوس وكثر. ونزيدكم واحد الحاجه اخوتي، راه هاد العناد وقصحيه القلب ديال نزار من جهه نادى اللي ما بغاش يتنازل ليها بسهوله، راه ما جاوش من فراغ، راه والله ما جاو من فراغ اخوتي، لان الا عقلتو راه نزار كان كيبغي نادى حسي، بغاها من قلبه اخوتي ولعبات عليه العشره ديال بصح، وراه كان على الذمه ديالها وكانت كتخليه وكانت كتمشي مع اشخاص اخرين، كانت كتبهدلو كانت كتبكيه، كان كيعطيها فلوس ديال الادسنس كلهم، وهي الفلوس ديالها كتاخذهم ها كتجمعهم ولا كتشري بهم الذهب ولا العلم الله شنو كدير بهم، هو فلوس كلهم ديال الادسنس كان كيما كيخرجهم كيعطيهم ليها في يديها مشبعها كدوات مخرجها، ما كان كيخلي ما يدير على قبلها اخوتي، وجرحات بزاف. راه غير بالعقل اخوتي راه ما يمكنش نزار غير هكاك رافض هذا التنازل، لان حتى هي من طرف على دارت لي التنازل راه يقدر هذا الشيء يخفف عليه الحكم، ومع ذلك راكب فيه العناد وما باغيش، لانه باقي حاس بالجرح اللي تسببات ليه فيه نادى حسي فديك الفتره اللي كان مزوج بها وكان معاها وما كان كيخلي ما يدير على قبلها، وردات ليه الخير غير بومزوي كما كنقولوا. المهم اخوتي، القضيه وما فيها هو ان مبلغ ديال 40 مليون اللي طلب نزار لقريوده والزوج ديالها حمزه جاهم قاصح بزاف، قالوا ليها ودي ما عندناش منين غنجيبوا لك هذا المبلغ، وحنا دابا راه المشاهدات طايحين ونادى راها في الحبس وكذا وكذا وكذا. وقريوده اقترحت على نزار مبلغ ديال 6 مليون وقالت ليه من بعد ان شاء الله فاش خرج نادى ويطلعوا المشاهدات عاوتاني ويرجع التفاعل راه بطبيعه الحال نكملوا ليه. ولكن لحد الساعه اخوتي نزار راه مازال رافض، وقريوده ولات كتضغط على نزار من خلال كما قلت لكم مليكه طاليانيه والعائله ديالو، ولات كتدخل اطراف اخرى اللي حتى هما كيضغطوا على العائله ديال نزار باش ياثروا على نزار ويدير هذا التنازل نادى حسي، وبطبيعه الحال حتى هي دير ليه التنازل. ولكن اخوتي واحد النقطه اللي خاصنا نردوا ليها البال، راه واخا نزار يدير نادى حسي التنازل هذا الشيء ما كيعنيش انها غتخرج من الحبس، لان هي ما عندهاش مشكل غير مع نزار السبيتي فقط، عندها مشكل مع يونس الزاكي، عندها مشكل مع شاهدة الزور اللي قالت لهم راه هي اللي جابتني وعطاتني الفلوس وهددتني باش نقول هاد الهضرة، عندها مشكل والأسوأ والقضية العويصة والقضية الحامضة عندنا نادى حسي هي أنها عندها دابا مشكل حتى مع السلطات. يعني واخا نزار يتنازل ليها شكون اللي غيفكها من السلطات اللي تلاعبت عليهم وضحكات عليهم وكذبات عليهم؟ أنا كنقول الحق في هذا الفيديو، ما يجيش عندي شي واحد يقول لي نادى مظلومة، نادى مظلومة، انا ما عندي ما ندير لها، انا ماشي قاضي، الله يرحم لكم الوالدين، انا هنا كما قلت لكم اخوتي الاعزاز مع كل احتراماتي لكم كلكم اللي كتفرجوا فيا مرحبا واهلا وسهلا، انا هنا ما كنعطي لها حكم، انا هنا ما كنحكمش على نادى وكنقول خصها وخصها وخصها، انا كنحلل كما قلت لكم معلومات معاكم وكنعطي مستجدات في هذه القضية، هذا مكان.
يعني اخوتي نادى حسي راه دابا عندها مشكل حتى مع القانون، شكون اللي غيفكها من القانون اللي تحايلت عليه ودارت وشايات كاذبه لانها دايره محاضر بمعلومات غير مضبوطه، لانها كما قلت لكم جابت شهاده الزور وبزاف وبزاف وبزاف. ومن هذا الشيء كامل بطبيعه الحال اخوتي راه الحبس ما كنتمناوه حتى شي واحد، وهي بطبيعه الحال راه كتبقى امراه مغربيه وحامله، ولا هي ولا نزار ولا الزكي ولا اي مسجون بطبيعه الحال راه ما كنتمنى الحبس حتى شي واحد. وكنتمنى انا بعدا شخصيا ان الواحد يستافد من الاغلاط ديالو، وحنا بدورنا اللي شفنا هذه القضيه وشهدنا عليها اننا نستافدوا من هذه الاغلاط. القانون راه ما معاهش اللعب، كانت شي حاجه وإذا به غندليو بها السلطات، اما باش ندخلوا في قشقاش واللعب ديال الدراري الصغار مع السلطات راه اللي دار هذا الشيء غيجيبها في الاخر غير في راسه والسلطات المغربيه. وتحيه بطبيعه الحال للقضاء المغربي النزيه، الامن راه تطور والاجهزه تطوروا بزاف ديال الحوايج، راه اي واحد كيتلاعب بالقانون اي واحد كيدير اي حاجه راه شوفوا تبارك الله الامن الوطني المغربي تبارك الله ما شاء الله، القضايا اللي جبدوا لينا الالغاز ديال الجرائم اللي حلوا لينا راه تبارك الله كما قلت لكم الامن المغربي والقضاء راه في تطور مستمر، وهذا الشيء تبارك الله راه ان دل على شيء راه كيدل حتى على تقدم البلاد ديالنا الحمد لله. والله ينصر سيدنا والله الوطن الملك.